مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناة كرزوم يلي بتقدم فيديوهات فيها مزيج بين المتعة والفائدة العلمية. لا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة. أوكي، جبنا حبة الفريز كبرناها. هلا حبة الفريز فيها هدول النقط البيض. هلا رح نشوف شكلهم تحت المجهر كيف بيطلع. طالع عليها السهم، هي النقطة الصغيرة البيضة يلي بنشوفها على حبة الفريز من برا. شوفوا سبحان الله كيف طالعة كبيرة بس حلوة. هو الفريز دوما من الفواكه الصيفية والربيعية، ما بعرف انتو شوفوا صيف ولا ربيع حددوا، انا بعتبره ربيع. لاحظوا دوما مثل ما كنا عم نحكي انه هو من الفواكه الطيبة واللذيذة كتير والمفيدة للبشرة، مفيدة للصحة بشكل عام. تحت المجهر طالع شكلك كتير غريب، انا ما كنت متخيلة انه هيك رح يطلع الشكل، خصوصا هدول النقط البيض يعني صراحة طالعين بشكلهم كتير حلو. واثناء ما كنت عم بشتغل طلعلي هيك شغلة خضرة، ما عرفت شو هي صراحة، عملت عليها زوم بس كتير كان شكلها حلو بين لما كان عندنا مساحة حمراء كتير وطلع منها شيء أخضر، فهذا كان شيء كتير ممتع وحلو وعجبني جدا شكله. مدري كيف طالعة كأنه هي برعمة خضراء طالعة من قلب الفريزة من جواتها. سبحان الله كيف الحياة اللي ما بنشوفها بعيوننا المجردة بتكون أحلى بكتير الحياة الخارجية. اللون الأخضر عم يكون كتير حلو، ما بعرف شو ممكن نشبهه. طبعا الفيديوهات أكتر، وإذا بتحبوا نستمر لازم تدعمونا، لأن لما أنتوا بتدعمونا نحن بنكبر وتزيد الفيديوهات عنا. وإذا كنتوا حابين تشوفوا شيء تحت المجهر فبتمنى أنه تخبروني بالتعليقات. We grow with your support.